أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. ده غرور بقى، أنا سمعت كلمة أنا في الحلقة من أول ما اتكلمنا أكتر من 30 40 مرة. ده غرور؟ لا ليه؟ هو اللي يقول أنا يبقى مغرور. أمال يبقى أنا؟ الطب النفسي بيحلل ده، ده غرور. طيب لما أقول لك أنا ماشي، أه بلاش أقول أنا ماشي، أقول ماشي. اعمل كده وامشي. والله؟ أه.